عليكم، انا خديجه فيصل، رح كمل شرح ماده الكلينيكال كيمستري 2. اخر شيء وقفنا فيه بشابتر الليفر فانكشن تيست، اخذنا عن الفحوصات، عن فحوصات الانزيمز اوف ليفر، وهلا بدنا نحكي عن التوتال بروتين. بيقول لي انه هذا التوتال بروتين not a very useful measure، ما كتير بفيدني، هو non specific بس بيعطيني معلومات بشكل عام عن التغذية، عن الأورجن إذا كان فيه ديزيز، أنا إذا كان فيه ديزيز وهذا الديزيز كتير سيفير، و fractionated volumes or volume of greater use. كيف أنا بقدر أقيس هذا التوتال بروتين؟ عندي عدة طرق، منها الإلكتروفوريسز واللي هي أدق شيء وأفضل شيء، البريسيبيتيشن والكولوم سيبريشن والنيتروجين كونتنت is usual method in automation، ورح نحكي عن النيتروجين ميل كونتنت بالسلايد اللي بعد. في ملاحظة هون إنه توتال بروتين دائما منقيسه بالسيرم، نتجنب إنه نقيسه بالبلازما، avoid dilution of proteins from anticoagulant، لأنه هي رح تكون البلازما رح نحطها بتيوب إيديتا، وهذا التيوب هو anticoagulant ورح يكون فيها الفايبرينوجين، فرح يعطيني إذا منقيس توتال بروتين بالبلازما رح يعطيني false elevated of protein. الطريقة الثانية اللي الطريقة اللي شرح عنها الدكتور أول طريقة اللي هي البريسيبيتيشن is used to fractionate proteins مشان نقسم البروتينات لألبومين وغلوبيلين، من اسمها بريسيبيتيشن معناته رح نرسب واحد ونخلي واحد نقيسه، واحد نقيسه بالبريسيبيتيشن واحد نقيسه بالسوبرنيتنت. هلأ كيف منضيف NASO4، الNA سلفايت والأمونيوم SO4 وميثانول، هدول رح يرسبولي الغلوبيلين، فأنا رح أقيسه هاد بالبريسيبيتيشن، وضل عندي الألبيومين بالسوبرنيتنت ورح أقيسه، بعمل ريشيو ألبيومين على جلوبيلين، من خلالها بحدد البروتين أو نسبة البروتين. الألبيومين تشينجز بيقول لي إنه لا قدام نشوفها أكتر، الجلوبيلين تشينجز هلأ إذا كان في تغيرات بالجلوبيلين هاد بيكون في increase in disease from increased synthesis، يعني الشيء اللي عم بيصنع هذا الجلوبيلين هو اصلا هو اللي فيه الديزيز وبيكون زايد عن حده. الطريقه الثانيه اللي هي النيتروجين كونتنت ميجرمنت از ريفرنس ميثود، اسمها الميثود اللي بنقيس فيها النيتروجين كونتنت، هذا الاسم الصعب، كيجل دال كتكنيك، ابصر شو هو. المهم هذا التكنيك كيف نحن بنستخدمه او كيف نحن نقدر نشتغل فيه، انه نستخدم اسيد دايجستشن. هلا هذا الاسيد دايجستشن رح يحلل البروتينات، فرح يحرر لي يحلل البروتين، فرح يعمل ريليز الامونيوم ايونز. خليني ارسم لكم كيف الاستراكشر للامينو اسيدز اللي هي بتكون البروتينز، هيك راح تكون جنرال بشكل عام، وهون السي او او اتش ما بهمني، هون في عندي اتش، اللي بهمني هذا المكون اللي هو الامونيوم، فانا لما حطيت الاسيد هاد راح يعمل دايجستشن للامينو اسيد او للبروتينات، وراح يحرر لي الامونيوم، واللي انا راح اقدر قيسه من خلاله برجع بضيف ماده، فبيكون لي form colored complex، complex colored بيكون، وبقيسه بالكلاين environment، ومن خلالها بعرف قديش في عندي بروتين. هاي الطرق الثانية منها refractive index واللي هي بقيس فيها السوليوتس بالسيرم. بشكل عام refractive index بيكون عندي water أو solution شو ما كان، المهم يكون ليكويد، فانا بقدر قيس بهي الطريقه السوليوتس اللي بيكون بهذا السوليوشن. فانا عندي شو السوليوشن؟ سيرم. السوليوتس اللي انا راح اقيسه اللي هو البروتينز، وهو راح يكون سوليد. سوري، السوليدز هاد ممكن يكون بروتينز وممكن يكون نان بروتين. البروتين راح يحتوي على ممكن يكون بروتين وممكن يكون نان بروتين. هذا النان بروتين ممكن يكون الكترولايت مثل ال NA و CL، غير الكترولايت الجلوكوز واليوريا. فرح يقيس لي كل شيء سوليدز بالسوليوت. كيف طريقته او كيف التكنيك بهذا الريفراكتيف اندكس؟ انه نحن بنمرر ضوء، وهذا الضوء رح يتغير بين الهواء، رح يكون مار بالاير، بعدين رح يمر بالسيرم اللي هو الليكويد، رح ينكسر الضوء لما يمر بالسوليوت.
فمن خلالها رح يعطيني قراءات وأنا بحدد التوتال بروتين. هاي الطريقة مفيدة إذا كان النسبة أكثر من 2.5 جرام بير ديسيليتر. في طريقة تانية اللي هي سبيسيفيك جرافيتي، في طريقة اليوفي لايت أبزوربشن، التيوب ديمتريك ميثودز، والكولومتريك البيوريت ميثود اللي هي نحنا اشتغلناها باللاب بالعملي، هي أكثر طريقة مستخدمة بالأوتوميشن. الرياجنت المستخدم فيها الفولن كايو كالتيو رياجنت. هلا بنيجي نفصل التوتال بروتين. هلا التوتال بروتين هو اصلا بينقسم للالبيومين والجلوبيولين. رح نحكي اول شيء عن الالبيومين. هذا الالبيومين بيتصنع بالليفر وما في له احتياطي تخزين، يعني ما بيتخزن، نو ريسيرف اور ستورج، بس بيتصنع بالليفر ويعني وقت بيحتاجه الجسم بيصنعه. إلو 4 binding site، كل binding site إلو specificity ل different substances، يعني إلو القدرة على إنه يحمل مواد مختلفة. ممكن إنه ينقل مثلاً الثايرويد هرمون، فاتي أسيد، unconjugated bilirubin لما بيرتبط فيه مشان يصير soluble، ممكن الكالسيوم والمغنيسيوم. المهم اللي بيهمني إنه هو بيتصنع بالليفر، وإمتى بيزيد وإمتى بينقص رح نشوف هلأ. بيقول لي انه بينقص بحاله الامبير سينثيسيس، يعني اصلا في بالسينثيسيس في شيء غلط مو صحيح. ممكن تكون مال نيوتريشن، سوء تغذيه، مال ابزوربشن، سوء امتصاص، هيباتيك ديسفانكشن، ممكن يكون الليفر ما عم يقدر يصنعه، سيروسيس اللي هو التليف. ممكن كمان سبب تاني اللي هو اللوس، يعني عم نفقده. ليش؟ الأسايت اللي هي الاستسقاء، وبتكون الاستسقاء هاي بالغشاء اللي حوالين الاستومك، فرح يعمل ديليوشن للألبومين ورح تنقص نسبته. أو بروتين لوزنج نيفروباثي، ممكن يكون كدني ديزيز فعم نفقد نحن البروتين. أو انتروباثي اللي هي ممكن تكون المرض هاد بالأمعاء. أو سبب ثالث ناتجة عن البريفرال إديما، وهي بتشبه كمان الاستسقاء بالجسم، بيكون excess of fluid، كتير في fluid بالجسم، فممكن أنه يعمل dilution للألبومين. نفس فكرة الثانية. هلأ بيحكي لي أنه إذا كان هذا الألبومين في حالة المريض عنده هايبرغلايسيميا، ممكن أنه يعمل glycosylated الألبيومين، نسبة 25% منه رح يرتبط بالجلوكوز وصير glycosylated with HbA1c، فبيساعدني هون أني أعمل monitoring للديابيتس ميليتس. هلأ إمتى بيزيد الألبيومين؟ ما بالعادة أنه يزيد، بس ممكن أنه يحدث بحالة الديهايدريشن، فمن المنطق أنه رح ينقص السوائل بالجسم، فأكيد رح يرتفع البروتينز. هلأ الجلوبيولين. الجلوبيولين هو بيتكون من عدة فراكشنز، الألفا 1 والألفا 2 وبيتا وجاما أو اللمدة، نسيت شو هي. المهم فكل فراكشن من هاد الجلوبيولين له وظيفة مختلفة. رح نبلش بألفا 1 أنتي تريبسن اللي هو AAT. شو هاد الألفا 1 أنتي تريبسن؟ هو أكتر واحد موجود بالفراكشنز أوف جلوبيولين. شو وظيفته؟ أنه يعمل إنهبت للتريبسن. هاد التريبسن هاد، عفوا، التريبسن هاد هو بروتياز، يعني بحلل البروتين، فهو ناتج من التريبسن، فهو بحلل هو كبروتياز بحلل البروتين. من وين بينفرز بشكل خاص هذا الالفا 1 انتي تريبسن؟ من النيوتروفيل اللي هي الالاستيز، بشكل دقيق الالاستيز هي رح تكون تعمل كبروتياز تحلل البروتين، هي اصلا التريبسن. هلا بحكي لي انه بيتغير حسب الجينيتك، إلو دخل بالجينيتك، may be associated with increased incidence emphysema and neonatal jaundice. بزيد في حالة الإنفسيما. الإنفسيما هاي shortness of breath، بيكون في نقص shortness of، سببها shortness of breath اللي هي نقص بالتنفس أو ضعف بالتنفس، انه في ميوتيشن بالجين اللي مسؤول عن الالفا 1 انتي تريبسن، فعم ما عم يطلع او لا.
هذا الالفا 1 امتيتريبسين ما عم يقدر يتحكم بالإلاستاز اللي عم يطلع من النيوتروفيل. والنيوتروفيل امتى بتعمل ريليز للإلاستاز؟ في حال الفايت، في حاله الانفكشن. تمام، هلا صار في عندي انفكشن، طلعت الإلاستاز من النيوتروفيل، راح تروح تدمر الالفيولاي. ليش؟ لانه ما عم يقدر، ما في تحكم من الالفا 1 امتيتريبسين انها تعمل انهيبيشن لهذا الإلاستاز. تمام، النيوناتال جونديس اللي هي بيكون كمان ميوتيشن بالجين، هاد بيخلي يصير في ابنورمال الفا 1 انتيتريبسن عم يظهر بشكل كبير، فبيتجمع بالليفر وبيعمل جونديس. الالفا 2 ماكروغلوبولين هو كتير كبير، وهو من البروتينات الموجودة بالبلازما، بس هي نان اميونوغلوبولين. هاد كمان بيعمل انهبيتس للبروتياز مثل التريبسن او الثرومبين او البلازمن. بيرتفع في حالة النفروتوكسيندروم، بيكون في كدني دمج. ليش؟ لأنه هو كتير حجمه كبير، فبيزيد لأنه هاي الكدني ما عم تقدر إنها تعمل له فلتريشن، فبيعمل له ريتنشن، يعني بتضل محتفظة فيه لأنه حجمه كتير كبير. الهابتوغلوبيولين اختصاره الـ HP، مو الهيموغلوبولين، هذاك الهيموغلوبولين اختصاره HB هيك. تمام، هلا هاد له علاقة بالهيموغلوبين، هو كمان من البروتين من الجلوبولين. الفانكشن له انه يرتبط بالهيموغلوبين اللي طالع من الار بي سيز اللي صار لها لايسز. ليش؟ مشان يحافظ على الحديد والبروتين ستورز. كيف؟ هلا الار بي سيز تحطمت، طلع عنا الحديد، فهاد بيجي الهابتوغلوبولين بيرتبط مع الهيموغلوبين بالسبلين، بيشيل بالسبلين، فبيتخلص منه من السيركيوليشن. لما بيرتبطوا هيك بيعمل ريموف فروم سيركيوليشن خلال دقائق، من مع انه ارتبط بالهيموغلوبين. بيعمل ريسايكلينج للاف اي للحديد، وحكينا للبروتين ستورز اللي هم الامينو اسيدز. ولما عمل وظيفته هاي، حافظ على الحديد والامينو اسيدز، عمل لهم ريسايكلينج، هذا الاتش بي بيتحطم، خلص خزن لي الاف اي والامينو اسيدز. الهاف لايف 4 دايز فقط، بيزيد في حاله الستريس، الانفكشن، الاكوت انفلاميشن والتشو نيكروسيس. بقل ما بعد الهيمولايتك ابيسودز. ليش؟ لانه راح يكون في عندي اماتشور ار بي سيز، هاي الاماتشور ار بي سيز ما فيها نسبه هيموغلوبين منيحه، فما راح يفرح يقل هذا الهابتوغلوبين لانه ما في عندي هيموغلوبين بشكل كبير. بيساعدني اني اعمل مونيتور سلو ريت اوف هيمولايسيس، حاله الاكسرسايز، الاسوشيشن تروما، والهيموغلوبينوباثيز اللي هي امراض بالهيموغلوبين. الفراكشن هاد كمان بيتعلق بالجلوبولين، واسمه سيرولوبلازمين. هاد السيرولوبلازمين بيحتوي على 90% من التوتال سيرم اللي موجود، من توتال سيرم السيو النحاس اللي هو الكبر. 90% من النحاس الموجود بالسيرم موجود بالسيرولوبلازمين، وال10% الباقيين موجودين بالالبومين، اخذناها بالكلينيكال 1. هلا امتى بينقص بحاله الويلسون ديزيز؟ وهذا الويلسون ديزيز هو انهيريتد ديزيز، مرض وراثي بينقص فيه السيروبلازمين. بيكون في عندي ليش؟ طيب لانه بيكون في كتير فائض من الحديد مخزن بالليفر، فبيؤدي انه يعمل هيباتيك ديزيز سيروسيس، ممكن كمان ياثر على النيورولوجيك والفيزيك تريك سيكوال اللي هي اضطرابات نفسيه. بس بنفس الوقت مو قلنا انه بيكون في اكسس ستورج اوف سي يو ان ذا ليفر، بنفس الوقت بيكون النحاس ديكريزد ان سيرم. هلا هاد اخر فحص اللي هو الفا فيتوبروتين، اختصاره الـ AFP.
هذا الـ AFP بيتصنع بالليفر، ببلش تكونه بحالة الجنينية، بيكون أعلى ما يكون أعلى ما يمكن بالحالة الجنينية. الفانكشن لإله لسه مو معروفة بالضبط شو هي. الستركتشر تبعه بيشبه الألبومن، ببلش ينقص بعد الجستيشن الولادة، بيكون عند أول ما ينولد الجنين حوالي 10,000 نانوغرام بير ميليليتر، وبيرجع بعد سنة ببلش ينقص، واللي هي بتكون هاي النسبة عند الأدلت كمان كتير قليلة. امتى بيرتفع؟ بالأكيوت هيباتيك إنجري بيرتفع من 10 لـ20 مرة فوق الحد الطبيعي. كمان ممكن يرتفع بعد الكرونيك ليفر ديزيز. بيستخدم لتشخيص ونعمل سكرينينج للHCC اللي هي الهيباتو سيلولار كارسينوما والهيباتو بلازتوما، وهو هذا كانسر بيصيب الانفانت والتشيلدرن، بيصيب التشو اوف ليفر او البايل دكت. تمام، فنحن بنعمل تشخيص لهي الامراض عن طريق الاي اف بي اللي هي المفروض انها تكون نسبتها قليله، فاذا كانت عاليه ممكن انه تشخص هاي الامراض. رح نبلش بالليفر ديزيز. هلا الكوزز اوف ليفر ديزيز، شو اسباب انه يصير في مرض بالليفر؟ بويزنينج اللي هو التسمم، او فايرال انفكشن اللي هو الهيباتيتس بي او سي او اي، الان اديوك ان اديكويت بيرفيوجن اللي هو الحقن كانه، الكرونيك اكسس الكحول انجستشن الكحول، الاوتو اميون ديزيز لاسباب كتيرة، الانيوجوال كوز اوف سيروسز مثل اللي ممكن يسبب لي سيروسز كمان الفا 1 انتي تريبسن ديفيشنسي او ويلسون ديزيز، رح نعرفهم كمان لقدام بالضبط. قبل ما نبلش بالتفصيل شو هم، خلينا نعرف شو يعني سيروسز وشو يعني فايبروسز. هاي السلايدتين اللي هون. فايبروسيس اوف ليفر هو common to several chronic liver disease، شائع بحالات الكرونيك ليفر ديزيز، مثل ممكن كمان هو بيسبب الموت، هو من الامراض اللي ممكن انها تسبب موت، امراض الليفر اللي ممكن تسبب morbidity او mortality. بتأثر على البيولوجيكال افكتس للسيلز، اكيد رح تأثر على السيلز وما رح تأدي وظيفتها بشكل صحيح. كمان ممكن يكون لها فيزيكال افكتس على الدم، وتكون هي سبب رئيسي بالبورتال هايبرتنشن. هلا شو يعني بالضبط فايبروسيس؟ انه نحنا الخلايا الهيلثي عم تتبدل وتصير سكارينج تيشو، يعني التيشو ما عم تقدر تأدي وظيفتها او هي ابنورمال. هلا السيروسز اللي هو بيجي ما بعد الفايبروسز، يعني الفايبروسز هو المراحل الاولى من السكارينج اوف تيشو، السيروسز لا مراحل متقدمه من السكارينج اوف تيشو. السكار تيشو ريبليس نورمال، يعني هون بتتبدل قاعده بتتبدل النورمال تيشو بالسكار تيشو. فبشو بصير هون؟ بتعمل بلوكس للفلو اوف بلاد، عم بتسد انه الدم يوصل للاورجان، فبيمنع الليفر انه يؤدي وظيفته بشكل صحيح. Cirrhosis هو the most common causes of cirrhosis are شو المسببات للسيروسز؟ الـ chronic excess alcohol ingestion، الـ viral hepatitis والـ autoimmune disease. Cirrhosis is not reversible، يعني ما بيقدر الإنسان ينشفى منه. There are no good biochemical indicators of cirrhosis in the early and stable period، يعني ما في عنا indicator جيدة إنه نقدر نحدد أو نعرف إنه السيروسز بمراحل المتأخرة لساته المراحل المبكرة عفواً، أو إنه هو بستيبل. Cirrhosis can develop in children as a result of alpha 1 antitrypsin deficiency أو Wilson disease بحالة الأدلت سبب الهيموكروماتوسيس واللي هي iron salts. بالiron salts هاي عم تتجمع أو تعمل deposition بالتشو فبتأدي للليفر دمج. هلأ خلينا نعرف بالتفصيل من الأمراض. هلأ اللي حكينا عنهم fibrosis cirrhosis هم بيجوا بسبب الإصابة بهاي الأمراض. الأكيوت hepatocellular injury بيكون سببه يا أما viral أو acute liver failure فشل بالكبد وحاد.
الكولوستاتيك اللي هي obstruction يا اما بتكون intrahepatic او extrahepatic وحكينا عنها بالفيديو الاول. الكرونيك ليفر ديزيز كمان ممكن انها تكون التهابات مزمنه او cirrhosis او ليفر كانسر. والسيروسز قلنا انه اسبابها الكحول والاوتوميون والفيرال، او سبب الكرونيك ليفر ديزيز الكانسر. الالكحول ليفر ديزيز ممكن يؤدي للفاتي ليفر اللي هي دهون موجودة على الليفر، او الكحوليك هيباتيتس او التهابات سببها الكحول. خلينا نبلش بالاكيوت. It may resolve، ممكن انه نقدر نحل هاي المشكلة لما بيكون في اكيوت هيباتو سيلولر. ممكن كمان انه اذا ما نحل هاي المشكلة، اذا ما صار لها تريتمنت وما انحلت، ممكن انها تتقدم وتصير هيباتيك فيلر، تميلت تو كرونيك هيباتيك دمج، وممكن كمان انها تعمل دمج للليفر وتكون كرونيك مزمنة. هلأ شو نحنا لما نعمل الفحوص تبع الليفر شو ممكن نلاقي في حالة الهيباتيك فيلر؟ رح نلاقي الأمونيوم كتير عالي، أمونيا كتير عالية بتوصل لخمس أو من 5 إلى 20 مرة فوق النورمال، ضعف 5 إلى 20 ضعف. رح نلاقي الألكلاين فوسفاتيز اللي هو ALP والبليروبين كمان كتير عالي. هاد إمتى؟ بالهيباتيك فيلر. هلا بنيجي نحكي عن الكولوستاسيس، هو ديمونستريبل اكيوميليشن. بيكون في عنا اكيوميليشن اللي هي ترسيب او تجمعات بالبلد ستريم من المواد اللي لازم انها تخرج بالبايل، مثل البيليروبين، الكوليسترول، البايل اسيدز. هاي هدول المواد اذا تجمعوا بشكل كبير بالبلد ستريم ممكن انهم يعملوا اوبستراكشن انتراهيباتيك او اكسترا هيباتيك. والانتراهيباتيك غالبا ما بيكون ناتج عن السيروسز او الهيباتيتس، التهابات او تليفات. والاكستراهيباتيك is usually the result of mechanical obstruction of the common bile duct or hepatic duct، حكينا عنها. هلا الكرونيك ليفر ديزيز عندنا كرونيك اكتيف هيباتيتس وكرونيك بريزيستنت هيباتيتس. ما بعرف شو الفرق بيناتهم بالضبط، حسيتهم بيشبه بعضهم هون. هلا السيروزس حكينا عنه انه هو بيكون في تبدل للخلايا الطبيعيه بخلايا سكارينج، التشو غير طبيعي ابنورمال. ليفر انزيم ليفلز ان سيروزس ار فاريبل اليفيتد، بيرتفع بشكل متنوع. اند كان بي نورمال ديورينج ذا تيرمينال ستيجز اوف ذا ديزيز، ممكن انه يكون بمراحله الاخيره من السيروزس يعطيني الانزيم هاي الليفر انزيم تكون نورمال، فمو دقيق. Primary biliary cirrhosis elevation in ALP and ammonia transferase اللي هو AST أو ALT are expected along with high titers of anti-mitochondrial antibody. هدول كلهم بالكرونيك، والأخير اللي هو الليفر كانسر ممكن يؤدي لكرونيك ليفر ديزيز. بترتفع بتكون هاي اذا بالليفر كانسر. بحكي لي انه بالليفر كانسر الافضل اني اعمل ليفر بايوبسي، لانه الانزيم رح يرتفع في حاله الاكتيف فورم، رح الاحظ انه هو مرتفع. هلا هون السيروسز اسبابها كثيره، من سببها حكينا الكحول او الكرونيك هيباتيتس، الفيروس او الويلسون ديزيز او الفا 1 انتي تريبسن، ومن سببها البرايمري بيلاري سيروسز. حكينا عن الفايبروسز والسيروسز، هلا نحكي عن الكحول. الكحوليك ليفر ديزيز، الفاتي ليفر والكحوليك هيباتيتس. فاتي ليفر انه the concentration of traditional liver enzymes are typically within the normal range، ممكن انه تكون الانزيم ضمن الحد الطبيعي. Definitive diagnosis is made by liver biopsy، لازم أعمل liver biopsy مثل الكانسر. The disease is considered benign، حميد رح يكون. And can be effectively reversed by immediate abstinence from ethanol intake، ممكن أني أحل هاي المشكلة أنه أمنع الشخص يشرب إيثانول أو كحول. Alcoholic hepatitis liver enzyme concentration are increased، خاصة
not apply AST and ALT. خاصة رح يكونوا مرتفعين الـ AST والـ ALT بالتهابات التهاب الكبد اللي سببه الكحول. هلا هون خلصنا. هلا بهذا الجدول ببين لي انه الانزيم ماركر حسب كل ديزيز شو ممكن انه يرتفع وقديش. بالاكيوت هيباتايتس اللي سببه فايرال او توكسيك، الـ ALT والـ AST رح تكون مرتفعة اكتر من 1000 انترناشونال بير لتر. بالهيباتايتس A فيروس رح يرتفع الـ ALT من 3 لأربع أسابيع بعد الانفكشن بالفيروس، ممكن أنه يرجع نورمال خلال 8 لـ12 أسبوع. هيباتيتس B فيروس وهيباتيتس C فيروس، هلأ الانكوبيشن للفيروس، مرحلة الانكوبيشن للفيروس بتكون كتير كبيرة longer and ALT and AST may remain normal، ممكن انها تضل ضمن النورمال من شهرين لست اشهر، ممكن انها كمان بعد ما انه ارتفعت وخلصت ترجع للطبيعية خلال شهرين لثلاث اشهر. يعني هون قصده انه بعد ما ارتفعت صار في infection، صار في الفيروس مرحلة الانكوبيشن، هاي مرحلة الانكوبيشن ممكن انها تكون طويلة، فالـ ALT والـ AST رح يضلوا ضمن النورمال من شهرين لست اشهر، بعد ما هاي ست اشهر ممكن انهم يرتفعوا او خلالهم، يعني من لانه من شهرين لست اشهر رح يرتفع الانزيم ورح يرجع نورمال، هاي الانزيمات ترجع نورمال خلال شهرين لثلاث اشهر. الكرونيك اكتيف هيباتايتس الـ ALT والـ AST رح يرتفعوا من 5 لـ10 اضعاف، والاند ستيج اوف ليفر ديزيز رح يكونوا الـ ALT والـ AST رجعوا للنورمال بالمراحل المتاخره من الليفر وما رح نلاحظ ارتفاع فيهم. هلا هون بيوصف لي العلاقه بين الـ AST والـ ALT مقارنه بالـ ALP والـ GGT للهيباتايتس. هاد بمرحلة الأكيوت هيباتيتس وهاي بمرحلة الكرونيك هيباتيتس الحاد والمزمن. هلا بما إنه حاد معناته رح يكون أكتر شيء مرتفع لـ AST والـ ALT، لأنه لسه هاد يعني الانفكشن أو الديزيز لساته بالمراحل هاي الأولى، فالسيلز رح تكون دمجت، ومين اللي قلنا لما بتكون كتير دمجت السيلز الـ AST والـ ALT عم تتدمر هاي السيلز، فرح يرتفع الـ AST والـ ALT. وشوفوا يعني مرتفع فوق النورمال من 10 لـ20 ضعف، هذا الحد النورمال هون. الـ ALP والـ GGT رح يرتفعوا بس سلايتلي، ما رح يرتفعوا كتير. بحالة الكرونيك رح يرتفعوا كمان الـ AST والـ ALT أكتر من الـ ALP والـ GGT، بس رح يرتفعوا من 5 لـ10 أضعاف، تمام؟ الأكيوت رح يرتفعوا كتير كتير. هلأ هون كمان بيرجع بقارن بين الـ AST والـ GGT في مقارنة مع الـ ALP والـ GGT في مرض الكولستاسيس اللي هو الـ Obstruction Intrahepatic أو Extrahepatic. لما بتكون Intrahepatic رح يرتفع أكتر شيء الـ AST ويرتفع معه الـ ALT، بس اللي رح يرتفعوا أكتر الـ ALP والـ GGT. فالماركرز الإنزيم ماركرز في حالة الكولوستاسيز اللي هم الـ ALP والـ GGT، لأنه أصلاً الـ ALP موجود بالبايل داكت إلنا لما شرحنا عنه بالتفصيل، فالمفروض إنه هو اللي يرتفع أكتر من الـ AST والـ ALT. في حالة الإكسترا هيباتيك رح يكون مرتفع كتير وأكتر من حالة الإنترا هيباتيك، رح يرتفع من 5 لـ10 أضعاف هو والجيجيتي. الأستي والألتي رح يرتفعوا بس بشكل سلايتلي يعني. فبقول لي the best markers of intrahepatic and extrahepatic cholestasis هما الـ ALP والـ GGT والـ 5 nucleotides. الـ AST والـ ALT هما slightly elevated in cholestasis، ممكن أن يكونوا أكثر من 500 international per unit per liter. The largest elevations من 4 لـ10 أضعاف الـ ALP، وين رح يكون؟ بالـ obstruction وسببه gallstones أو malignancy أو بالبيلوري سيروسز، رح يرتفع أكتر شيء الـ ALP، فهو the best markers of obstruction، وخاصة يكون سببه gallstone اللي هو الحصى أو malignancy اللي هو cancers بالcells of liver أو البيلوري سيروسز مرض بالبايل داكت.
أو تليف البايل دكت. measurement of total and direct bilirubin لما أنا بفحص التوتال والتوتال بروتين وال لا لا عفوا سوري التوتال والدايركت بيليروبين ما دخل البروتين هون عم نحكي عن البيليروبين هذا كتير مهم إنه يعمل لي تشخيص بقدر أشخص الأوبستراكشن أوف جوندس شو سببه يعني كمان مرة عم بقارن بين AST والALT مع الALB والGGT في حالة الميليجنانسي رح يكون مرتفع أكتر شيء الALP والGGT رح يرتفع الALP من 5 ل 13 ضعف أما الAST والALT رح يكونوا slightly لأنه ميليجنانسي معناته تضخم بالخلايا فأنا أصلاً الAST والALT أمتى بيرتفعوا بشكل كبير لما بصير damaged بالخلايا فالمفروض أنه يرتفع الALP والGGT والAST والALT كمان مرة بس بحالة alcoholic liver disease الديزيز اللي ناتجة بسبب شرب الكحول أكتر واحد بيرتفع بحالة الكحول إني أكشف إنه هذا الشخص عم يشرب كحول أو لا الGGT هاي بتلخص كل شي حكيناه ويعطيكم العافية إن شاء الله تكونوا استفدتوا موفقين بالامتحان.